حسين يقنص بالطرق القديمة التي ليس لها أثر يذكر على الحياة الفطرية، وهو يستخدم السلوقي لاصطياد الأرنب البري. وكان السلوقي يستخدم في الماضي لاصطياد الغزال والحبارة تبعاً للحاجة، وهو واحد من أقدم أنواع الكلاب، إذ يعود أصله في جنوب الجزيرة إلى 7000 سنة. يدرب السلوقي على الإمساك بالأرنب حياً لكي يذبح على الطريقة الإسلامية. أنه يضرب المحل الخطر، هذه أرض خطرة هذا الحين. لو محن وقت البراد ما مشينا معها من، لكننا في وقت القيض تشوف ولا تحصل جماعة مثل هالجماعة هذولا نازلين بالعرق هذا ونازلين، لا ما تحصل. لقد شهد حسين الجزيرة تتغير كلياً خلال حياته، وها هو الآن العصر الحديث يجلب المزيد من التحديات للصحراء التي يعشقها. وشهد سعيد أيضاً تغييرات جذرية تحدث للصحراء ذاتها. لقد قضي على الكثير من الحياة البرية، وكادت بعض الحيوانات تنقرض كلياً لولا الجهود الحثيثة للحفاظ عليها. لقد أعادت برامج المحافظة والتنمية الجديدة العديد من الأصناف إلى بيئاتها، لكن محاولات الإنقاذ وحدها قد لا تكون كافية. إن تحدي هذه الأيام هو إيجاد توازن جديد للصحراء يحقق تكافؤاً ما بين متطلبات الرعي الحديثة وتوفير حاجات الحياة البرية الحساسة. فالحياة في الصحراء تعتمد في نهاية المطاف على الحياة النباتية فيها، فإذا ما انعدم هذا التوازن فإن النظام البيئي البالغ الحساسية سوف يدمر. إن تراث الجزيرة العربية من الحياة البرية ثري ومتنوع، لكن استمراريته تعتمد على الإنسان، فنحن لدينا الآن الفرصة للحفاظ على هذا التراث الذي لم يكشف للعالم إلا للتو.